التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من عاصمة الخبر. أهلا بحضراتكم، أهلا بك آية. أهلا منى وأهلا بحضراتكم، والبداية دائما بأبرز العناوين. مؤتمر جنيف يتعهد بتقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار. رئيس مجلس النواب الليبي يثمن الموقف المصري الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها. الدفاع البريطانية تكشف عن قيام الجيش الروسي بتعزيز قواته في قطاعي زابوريجيا وباخموت شرقي أوكرانيا. نبدأ بملف الأزمة السودانية. كشفت الأمم المتحدة أن إجمالي تعهدات المساعدات الإنسانية في السودان بلغ 1.5 مليار دولار. جاء ذلك في المؤتمر الذي استضافته جنيف للتنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان. وكانت المنظمة الدولية وجهت نداءين لمعالجة الأزمة، معلنة حاجتها إلى 3 مليارات دولار هذا العام، لم تحصل إلا على أقل من 17% منها. وخلال كلمته بمؤتمر جنيف للتنسيق استجابة الإنسانية في السودان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف الأزمة إلى الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات. كما طلب غوتيريش بضرورة التوقف عن مهاجمة عمال الإغاثة، مشيرا إلى أن 2.5 مليون سوداني أجبروا على ترك منازلهم بسبب الأزمة. مئات الآلاف فروا من ديارهم ساعين إلى اللجوء في البلدان المستضيفة عبر الحدود. أشكر تلك البلدان على سخائهم وأدعوهم إلى إبقاء معابرهم الحدودية مفتوحة لمن يسعون للفرار من الصراع. قبل هذا الصراع أيها السادات والسادة، كان السودان يعاني من أزمات إنسانية بالفعل، وقد تفاقم ذلك إلى كارثة تؤثر على أكثر من نصف سكان البلد. العنف ضد العاملين في الميدان الإنساني ونهب الإمدادات الإنسانية جعل من عملياتنا أكثر صعوبة وخطورة. وعلى الرغم من التحديات، فإن وكالات الأمم المتحدة وشركائنا وصلوا إلى ملايين الأشخاص بمساعدة إنسانية في أبريل ومايو. من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن السلطات المصرية فتحت أبوابها أمام السودانيين منذ بدء الاشتباكات، وبذلت جهودا مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية. كما أشار شكري إلى أن مصر استقبلت نحو 250 ألف سوداني منذ بدأت الأزمة، بالإضافة إلى 5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة وتوفر لهم معاملة كريمة. ولقد حرصت مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفارين من ويلاته، ووفرت السلطات المصرية كافة الإمكانيات
وبذلت جهودا مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية، حيث استقبلت مصر ما يربو على ربع مليون سوداني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 مليون سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة السيد مجدي عبد العزيز الإعلامي والباحث السياسي السوداني. أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. ونحن نتحدث الآن أن بالأمس القريب بدأت هدنة جديدة لتهدئة ووقف إطلاق النار في السودان، واليوم مؤتمر يعني مساعدة الإنسانية في السودان. ما تقديراتك لما جاء في هذا المؤتمر سيد مجدي؟ ونحن نتحدث على أن وفق تقديرات الأمم المتحدة فهناك أكثر من نصف سكان السودان يحتاج لمساعدات عاجلة ملحة وماسة. شكرا جزيلا، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. حقيقة هذا هو إحساس العالم الآن بالأزمة السودانية، بآثار الحرب الإنسانية على المواطنين السودانيين. الحقيقة الآن نحس أن الرأي العام السوداني يتقدم بكثير من الامتنان حتى على المبادرين، إذا كانت الجمهورية مصر العربية وقطر والمملكة العربية السعودية، وهذه الأطراف الدولية الآن التي بدأت تتحدث عن الأزمة الإنسانية وبدأت تتحرك حركة عملية الآن لتقديم العون والسند الإنساني بالتحديد. بالأمر الواقع أن تزامن هذا المؤتمر مع دخول الهدنة أمس، الهدنة 72 ساعة، هو أمر جيد إجمالا، لكن نقول هناك بعض الأشياء التي يجب أن تجعل من هذه الهدنة هدنة إيجابية لتحقيق أهدافها في وقت إطلاق النار وفي تقديم المساعدة الإنسانية، وهي الحرص على وجود آليات لمراقبة الهدنة ولتنفيذ بنود اتفاق جدة الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، بالتوقف عن انتهاكات الحرب وبخروقات القانون الدولي والإنساني، وبعودة المستشفيات لتقديم الخدمة للمواطنين، وبعودة مرافق المياه والكهرباء للناس، حتى تتكامل كل هذه العناصر لتحقيق الاستقرار والعودة الحياة الطبيعية للسودان. كذلك هناك يعني دعم قوي جدا من جمهورية مصر العربية، تمثل بالأمس في اللقاء حينما استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار. وفي هذا اللقاء أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار السودان ودعمها الدائم للسودان في كل المناحي الإنسانية وفي المحافل الدولية، لا سيما أن مصر هي الدولة الجارة والتي فتحت أبوابها، فتحت يعني ذراعيها على مصراعيها، ليس يعني بتميز عن كثير من دول الجوار، واحتضنت يعني مئات الآلاف من السودانيين. نعم، نحن نتحدث عن 5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، والآن نتحدث بعد هذه الأزمة التي بدأت منذ شهرين حوالي 250 ألف سوداني في مصر الآن. هذه نقطة مهمة جدا سيد مجدي، المساعدات من قبل الدول التي تحدثت عنها منها مصر اليوم. ما تعليقك على ما جاء على لسان وزير خارجيتها اليوم سامح شكري حول أنه الأمن القومي السوداني هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وأن هذه الأزمة مصر تبذل فيها جهود مضنية محاولة منها لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات؟ يعني احنا دوما نقول وبملء الفم ان مصر بالنسبه للسودان ليست كاي دوله اخرى، وان العلاقه بين مصر والسودان هي ليست خيارا، هي علاقه قدريه. هذا الارتباط التوأمي بين السودان ومصر اكيد التاثير، لا نتحدث فقط عن التاثير الامني حينما تحدث فوضى في السودان مثل التي تحدث، كذلك هذا ارتباط وثيق، ارتباط ثقافي، وارتباط يمكن ان يكون منتجا إذا فعلت كل عناصر التنمية والتعاون والتكامل بين السودان ومصر. لذلك نجد دوما أن مصر ما
مواقفها متميزة ومختلفة تماما استنادا على هذا الواقع الذي يقول إن هذه العلاقة علاقة مصيرية. السيد وزير الخارجية سامح شكري أكد في خطابه ويؤكد دوما على هذه العلاقة وعلى هذا الإسناد وعلى هذه العلاقة المتميزة. نعم، بشكرك شكر جزيل. من القاهرة السيد مجدي عبد العزيز الإعلامي والباحث السياسي السوداني، كنت معنا في هذه الساعة الإخبارية في القاهرة الإخبارية، شكرا لك. وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله إن القوات السودانية ملتزمة بالهدنة السارية حاليا، إلى أنها سترد على أي خروقات من الدعم السريع. هذا وأضاف عبد الله في تصريح للقاهرة الإخبارية أن الدعم السريع لا يلتزم عادة بالهدن ويستغلها للتحركات العسكرية. أن هذه الهدنة في حالة تعرضها لأي خرق أو أي انتهاكات من قبل المتمردين، نحن سنضطر إلى أن نتعامل مع أي خروقات أو أي تعديات يقوم بها المتمردون أثناء هذه الهدنة، لأن تجاربنا معهم طويلة في هذا المجال. هم غالبا لا يلتزمون بها، وإنما يستغلونها في القيام بتحركات عسكرية أو القيام بأعمال عدائية وما إلى ذلك. ونحن من جانبنا أيضا لم نقف مكتوفي الأيدي إذا ما حاولوا أن يقوموا بأي انتهاك لهذه الهدنة أثناء فترة سريانها لمدة 72 ساعة. هذا وأعلن الجيش السوداني أنه تم التخطيط لإجلاء عدد من جرحى القوات المسلحة بواسطة ممثلي الصليب الأحمر من بحر إلى أم درمان في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها بين الجيش والدعم السريع. هذا وأضاف الجيش السوداني في بيان أن ممثلي الصليب الأحمر أفادوا بأنهم وصلوا إلى نقطة بداية الإجلاء في بحري وتعرضوا لعملية إطلاق نار، مضيفا أن المنطقة هي منطقة تواجد لعناصر الدعم السريع. استقبل الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بمقر الجامعة العربية، وناقش الجانبان دور الجامعة جامعة الدول العربية في حل الأزمة السودانية. وشدد أبو الغيط على الالتزام بالعمل على استقرار السودان. هذا ورحب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالدور الفعال الذي تلعبه الجامعة العربية في معالجة الأزمة السودانية، كما أشار إلى أنه استعرض مع الأمين العام للجامعة العربية الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان. جامعة الدول العربية هي مؤسسة ضخمة وهي مؤسسة منادة بها السلام، والقضية السودانية ليس بمنع عن ما يحدث في العالم العربي، وجامعة الدول العربية ستكون لها دور في المساهمة في معالجة القضية السودانية. وكنت سعيد بأنه تم تنويره ونورته على الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية والمآسي الإنسانية التي نتجت نتيجة لهذا الحرب، فهو كان خير مستمع لخير متحدث، وخرجنا بأنه الدولة جامعة الدول العربية هتكون present حضور في كل المساهمة في كل المبادرات التي من شأنها معالجة القضية السودانية. وإلى الشأن الليبي، حيث أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي زيارة الوفد البرلماني المصري إلى برلمان ليبيا، هي زيارة تاريخية تؤكد دعم الشعب الليبي. وفي تصريح للقاهرة الإخبارية، شدد رئيس النواب المصري على دعم القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الليبي وإعلاء مصلحته. القيادة السياسية المصرية واضح وجلي جدا، وهو دعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي وفق مصلحته. نحن نسانده فيما يراه من تحقيق مصلحته الخالصة، ومصر لا تتدخل في الشأن الليبي، وإنما تدعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي الصديق. وقد أوضح معالي المستشار عقيلة صالح اليوم أن المسألة كلها
سواء لجنة 6+6 أو غيرها من آراء سوف تنتهي إلى السلطة التشريعية، صاحبة السلطة في التشريع وهي مجلس النواب الليبي، وما ينتهي إليه مجلس النواب الليبي من قوانين يحترمها الجميع وندعمها ونقف وراءها. وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن مصر من الدول التي لا تتدخل في الشأن الليبي وتسعى دوما لوحدة ليبيا وشعبها وتحقيق إرادته. في تصريح خاص للقاهرة الإخبارية كشف صالح أن البرلمان الليبي تسلم مخرجات لجنة 6+6 وسوف يتم التوصل إلى اتفاق حول نظام الحكم في ليبيا خلال جلسات البرلمان المقبلة. سلمنا اليوم النسخة الأصلية، هذا اليوم من رئيس اللجنة، سيدرس في المجلس كما قلت بعد العيد، سيصدر قانون الانتخابات. لدينا ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية يعني لا تؤثر في الجوهر. نحن نتواصل مع مجلس الدولة، أيضا لجنتين 6+6 ضربت منهم أن يواكبوا هذا الحدث، سواء من إدخال بعض التعديلات قبل إقرارها من مجلس النواب أو في تكوين الحكومة الجديدة. وبالتالي هذه الزيارة زيارة تاريخية، وهي أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب السيد الدكتور حنفي الجبالي، وهذا حقيقة سيسجل هذا الدعم اللي يسمعه كل العالم إن مصر مع ليبيا. هذا وشهدت زيارة الوفد البرلماني المصري توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البرلمانيين الليبي والمصري. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتنسيق بين مجلسي النواب للبلدين. كما يستضيف بروتوكول التعاون توسيع مجالات التنسيق الثنائي في العمل البرلماني. تولي مصر اهتماما كبيرا إلى الوضع في ليبيا باعتبارها جزءا من أمنها القومي. وتؤكد مصر دائما أن الحفاظ على ليبيا دولة موحدة يعد من الثوابت الراسخة لسياستها. منذ اندلاع الأزمة الليبية مطلع العام 2011 حرصت مصر على المشاركة بقوة في تفاعلات المشهد الليبي لاعتبارات عدة، أهمها الحفاظ على الأمن القومي المصري. ومن هذا المنطلق كان للسياسة المصرية تجاه الأزمة في ليبيا العديد من الثوابت، أهمها احتفاظ الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية، وإيجاد تسوية تنطلق من تمثيل كافة الليبيين في رسم مستقبلهم من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية واستعادة سيادتها كاملة وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية وإبعاد المرتزقة وغيرهم وإنهاء التواجد العسكري غير الشرعي لأي طرف كان. والأهم من كل ذلك، لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية، وسعت دائما إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية في مجالات الاهتمام المشترك، كما حرصت على حماية الحدود المشتركة من الأرض المصرية دون غيرها، كما ركزت التحركات المصرية على قطع الطريق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية لاتخاذ ليبيا قاعدة للتمدد والانتشار في شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء وأوروبا. وحرصت مصر بكل مجهوداتها في حل الأزمة الليبية على أن تكون مساعي الحل نابعة من الأطراف والمؤسسات الليبية. لذا استضافت مصر مرات عديدة وفوداً ممثلة للقوى الاجتماعية كالقبائل والمجالس الاجتماعية الليبية ومؤسسات كالبرلمان الليبي والجيش الوطني وحكومة الوفاق. كل هذه الثوابت ترجمها إعلان القاهرة بشأن ليبيا الذي صدر في يونيو 2020، والذي نص على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، وكذلك العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي. مصر التزمت في نقل رؤيتها في حل الأزمة بليبيا للمجتمع الدولي، ونجحت في ذلك من خلال مؤتمري برلين في يناير 2020 ويونيو 2021، وأصبح التحرك المصري مقبولاً ومدعوماً من المكونات الليبية كافة
بالإضافة إلى الدول الكبرى الحريصة على سلامة الدولة الليبية. إذن أصبحت القاهرة اليوم أكثر الأطراف موثوقية من كافة أطراف الأزمة الليبية، والقادرة على الاتصال بكل القوى الليبية لصياغة نسق توافقي يقارب اختلاف الرؤى بينهم. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس بالضفة الغربية، مشيرة إلى تحييد منفذ الهجوم. كما أوضحت وسائل الإعلام أنه تم إطلاق النار تجاه مركبة فلسطينية يقودها شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب معبر الريحان بجنين. هذا وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة العشرات في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. جاء ذلك بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال 5 فلسطينيين في حملة اعتقالات شملت مناطق عدة بالضفة الغربية، ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجبريات من مدينة جنين، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين. المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أكد أن السلطة الفلسطينية تلاحق إسرائيل في كل المحافل والمحاكم الدولية، وأضاف كذلك للقاهرة الإخبارية أن الحكومة الفلسطينية لديها أسلحة سياسية ودبلوماسية لمواجهة الاحتلال. يجب أن يعلم الجميع أنه ما دامت إسرائيل تعبث بهذه الطريقة في كل القضايا الفلسطينية الوطنية، فإن القيادة الفلسطينية مضطرة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني التي أخذت قبل عدة أشهر والتي تشمل كل شيء، وبما في محاكمة وملاحقة إسرائيل ليس فقط في المنصات الدولية وفي المحاكم الدولية بل في الأمم المتحدة، وللمساس بوجود إسرائيل على الخارطة السياسية في المنطقة. أدانت مصر الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. كما أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر والروابط المتشعبة الممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. أوضحت الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين. من جانبه أشاد جوزيف بوريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا ودورها كمحور للأمن والاستقرار، ما يجعلها شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي. استدعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مراسل مجلة الإيكونوماست البريطانية. جاء هذا الاستدعاء لتسليم المراسل خطاب احتجاجا لرد على ما ورد في تقرير للمجلة تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب حول الأوضاع في مصر. والآن إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تجري تحركات تكتيكية على الجبهات الجنوبية للمناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا. أوضحت الوزارة أنه على مدى الأيام العشر الماضية بدأت روسيا نقل عناصر من مجموعة قوات دنيبرو الموجودة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو لتعزيز قطاعي زابوروجيا وبخموت، مضيفة أنه من المرجح أن تعكس إعادة نقل هذه القوات تصور روسيا بأن شن هجوم أوكراني كبير عبر دنيبرو صار أقل احتمالا الآن بعد انهيار سد نوفاكا خوفكا والفيضان الناجم عنه. كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن استعادة السيطرة على 8 بلدات في الأسبوعين الماضيين من هجومها المضاد. وفي الأثناء ذكرت مصادر محلية أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية باتيكاتيكي جنوبي مقاطعة زابوريجيا. يأتي هذا فيما تشهد المنطقة تكثيفا للعمليات العسكرية الأوكرانية منذ أيام.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو رفضت دخول مساعدات من الأمم المتحدة منطقة سد كاخوفكا لأسباب أمنية. وأضاف بيسكوف أن الوضع في خرسون والقرى المتضررة جراء انفجار سد كاخوفكا لا يسمح بتوفير التأمين اللازم بالمنطقة، وكانت الأمم المتحدة طلبت إيصال مساعدات ودخول إلى القرى التي دمرتها الفيضانات الناجمة عن سد كاخوفكا لمساعدة المتضررين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف محمد البابا الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا. بداية، هل تعتبرون أن الهجوم المضاد من قبل أوكرانيا بدأ بالفعل؟ نعم، يعني خلال الفترة الماضية، خلال الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع الماضية، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بسلسلة عمليات هجومية على خمس محاور رئيسية: محور زاباروجيا وأربع محاور في منطقة دونيسك ولوغانسك. يعني اليوم كان هناك تقدم، يعني عادت وتيرة العمليات الأوكرانية أو الهجوم الأوكراني. هناك نقطة مفقودة في هذا الصدد سيد محمد، هل معترفة أوكرانيا بأن هذا الهجوم بالفعل قد بدأ؟ نعم، يعني أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر هانا مليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني مرارا وتكرارا خلال الأيام القليلة الماضية أن أوكرانيا تشن عمليات هجومية. لم تتكلم عن هجوم أوكراني النظام الشامل، ولكن يقال أو يعني تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الأوكراني يقوم بسلسلة عمليات هجومية على. سؤالي لك سيد محمد بخصوص هذه العملية، لأن أنت تعلم أن هذا الهجوم المضاد كان حوله الكثير من التصريحات والتخطيط في الفترة الماضية بأنه مخطط له بشكل كبير وسينفذ العديد من الأهداف. نعم، ولكن يعني بحسب ما قال الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع الأوكراني ومعظم المصادر السياسية والعسكرية في أوكرانيا هي لا تتكلم عن هجوم تقليدي وكلاسيكي، بل سلسلة عمليات هجومية على أكثر من محور. أولا، لأن يعني خط الاشتباك بين أوكرانيا وروسيا يفوق 1200 كيلومتر، لذلك تعمل القوات الأوكرانية على عدة محاور رئيسية تعتبر هي نقطة الاشتباك الرئيسية بين أوكرانيا وروسيا، خاصة في منطقة دونيسك. الجيش الأوكراني أولا يحاول استعادة الآن، يعني يحاول إطباق الخناق على القوات الروسية داخل مدينة باخموت عبر حصار مدينة باخموت. الآن يعني في ثلاثة جهات، من الجهة الجنوبية والجهة الغربية والجهة الشمالية، القوات الأوكرانية سيطرت بشكل كامل على محيط مدينة باخموت وتقوم بعمليات هجومية في محاولة لكسر الدفاعات الروسية داخل مدينة باخموت. القوات الأوكرانية قبل 3 أو 4 أيام دخلت إلى الأحياء الشمالية، 4 مربعات سكنية في المنطقة الشمالية لمدينة باخموت دخلتها وتمركزت فيها القوات الأوكرانية في منطقة ليمان أو محور ليمان. ولكن إذا يعني نريد أن نبقى هنا مع ما يحدث في باخموت تحديدا سيد محمد، هل بعد ما حدث في الفترة الماضية بخصوص سيطرة فاغنر على هذه المنطقة وتسليمها للقوات الروسية، هل لدى الجانب الأوكراني أمل قائما باستعادة باخموت من جديد؟ بالفعل، وكما يتداول أنه حتى نهاية هذا الصيف ستكون مدينة باخموت بشكل كامل تحت سيطرة القوات الأوكرانية، كما يتداول على أمل أن تنجح العمليات العسكرية. أولا، لنعلم أن القوات الروسية وعلى مدى 3 أو 4 أشهر استعدت وبشكل جيد وأقامت خطوط دفاعية متينة وصلبة، ولا تزال القوات الروسية تمتلك أفضلية يعني السلاح الجوي، لأنها تستعين بالطائرات والمروحيات لضرب استهداف القوات الأوكرانية، لأنه في تلك المنطقة لا تستطيع القوات الأوكرانية يعني نصب بطاريات صواريخ أو دفاعات جوية، لأنها معرضة للاستهداف يعني بصواريخ يعني منظومات الجراد وبمنظومات أخرى قصيرة المدى أو صواريخ قصيرة المدى. لذلك لا تستطيع القوات الأوكرانية نشر بطاريات مثل ناسامز أو أو أي منظومات دفاعية تقليدية في تلك المنطقة، لأنها تعرضها للاستهداف بشكل سريع. لذلك تعمل الآن القوات الأوكرانية، وقبل يومين طلب الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع الأوكراني خلال اجتماع رامشتاين، هو اجتماع يعني دوري تقوم به حيث الناتو مع الدول الداعمة لأوكرانيا عسكريا باجتماع بشكل كل 3 أشهر لتقييم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. كان هناك مطالبة من الجانب الأوكراني بالحصول. طيب بغض النظر سيد محمد عن الأوضاع الميدانية أو عن هذا الهجوم المضاد من قبل أوكرانيا، يانس ستولتنبرغ اليوم يقول أن أوكرانيا ستكون عضوا في الناتو، ربما بين الحين والآخر هو يعود لهذه التصريحات من جديد، ولكن أليست هذه التصريحات متعارضة ومتناقضة مع الوضع الراهن أو الواقع الحالي؟
نعم يعني هناك بعض العقبات يعني تقف بوجه أوكرانيا لانضمامها إلى حلف الناتو، ولكن هناك عدد كبير من الدول يعني تضغط على حول يعني الأعضاء أعضاء دول الناتو مثل تركيا مثل هنغاريا وذلك لقبول أوكرانيا بدخول عضو الناتو. ولكن الآن عمليا يمكن القول أن أوكرانيا عمليا هي جزء من حلف الناتو أو شريك أساسي للناتو، لأن معظم دول الناتو تقدم الأسلحة والعتاد لأوكرانيا، حتى أن الجيش الأوكراني يتلقى دعم استخباراتي كبير من الدول الغربية من معظم دول الناتو. وأيضا لا ننسى أن السلاح الذي يحصل عليه الجيش الأوكراني الآن وتحصل التدريبات التي تحصل عليها القوات الأوكرانية هي تدريبات غربية، السلاح الأوكراني أصبح مندمج بين السلاح الشرقي والسلاح الغربي. عمليا يمكن القول أن أوكرانيا عمليا هي جزء من حلف الناتو، باستثناء لا يمكن اعتبارها أن جزء من حلف الناتو في هذه اللحظة. يعني يبدو من هذا التوقع أو هذا التحليل أن أوكرانيا تعتبر الآن نفسها شريكا وجزءا من هذا الحلف، حلف الناتو. ولكن يعني دعني أقول أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لا يكفيه هذا الأمر. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من كييف محمد البابا الكاتب والباحث السياسي، شكرا على هذه الرؤية وهذا التحليل. أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أمله في أن تساهم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن لبيجينغ إيجابيا في ضمان استقرار وتحسين العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي اليوم قال شي جين بينغ إن التفاعلات بين الدول يجب أن تستند دائما على الاحترام المتبادل والصدق. وعقب اللقاء أكد الرئيس الصيني أنه تم خلال الاجتماع مع بلينكن إحراز تقدم والتوصل إلى تفاهم حول نقاط محددة. وأجرى بلينكن عدة لقاءات مع المسؤولين الصينيين خلال الزيارة التي بدأها أمس، حيث أكد أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين. يصوت المشرعون البريطانيون على تقرير لجنة الامتيازات بمجلس العموم البريطاني، والذي يدين رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بخرق قواعد الإغلاق العام في أثناء جائحة كورونا. اتهمت اللجنة جونسون بأنه تعمد تضليل مجلس العموم فيما يخص الحفلات التي أقيمت بمقر الحكومة خلال فترة الإغلاق. فرض القضاء الأمريكي على الرئيس السابق دونالد ترامب التزام الصمت إزاء المعلومات المتعلقة بقضية الوثائق السرية. ويوجه ترامب تهما جنائية بخصوص تعامله مع وثائق سرية تم العثور عليها في منزله بعد مغادرته البيت الأبيض. ينص القانون الأمريكي على عدم السماح للموظفين الفيدراليين بمن فيهم الرئيس بالاحتفاظ بوثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني في أماكن غير مخصصة لذلك. لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار الشديد الذي اجتاح جنوب البرازيل. تسبب الإعصار الذي صاحبته أمطار غزيرة في غرق العديد من القرى والمنازل والشوارع، وتواصل المروحيات العسكرية عمليات البحث عن ضحايا مفقودين في ولاية ريو غراندي. وفي أخبارنا الاقتصادية والبداية من مصر، حيث افتتحت فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار. المنتدى تنظمه وزارة العدل المصرية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة أنصر الدولية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية. دفة العالم الاقتصادية تتغير وجهتها في محاولة لإيجاد مناخ استثماري واقتصادي أكثر استقراراً، وكانت لمصر تجربة هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أجرت تعديلات على القوانين الخاصة بالهيكلة وإعادتها إلى المستثمرين ورجال الأعمال. الهدف الأساسي للمنتدى أن يكون هناك حوار بين مصر وبين البنك الدولي
وبرضه ما بين الاي اف سي وكل الدول في المنطقه عشان نقوي هذه القوانين ونقوي الهيكل لاعاده الاعمال ولتشجيع الاستثمار. فبهذا الطريق ان شاء الله نستهدف الى نمو اكثر ونمو مستدام. وللأخذ بيد المتعثرين اجتمع البنك الدولي ومؤسسة أنسولا إنترناشونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية في القاهرة لإطلاق فعاليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي شهد حضور عدد من الوزراء المصريين والأجانب. نطمح إلى تعزيز النتائج الاقتصادية في البلاد من خلال هذا المنتدى وتحقيق النقاش البناء مع الشركات المختلفة بشأن تعزيز النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا. راح يكون من ضمن هذه الأنشطة ممكن نحن نكمل النقص الموجود فيما يتعلق بعرقلة الأعمال، شو اللي ممكن نقدر نأديه حتى نسهل التجارة، كيف ممكن نبني خطة متكاملة في إعادة الهيكلة ودفع عجلة الاقتصاد. تقارير البنك الدولي إشارة بأن التجربة المصرية ساهمت في ضمان تحسين الأداء الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية متوازنة تحتضن كل أشكال الاستثمار المحلية والعالمية. وبلغة الأرقام سجلت مصر نحو 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي، تجسد خلالها الصورة الحية للتجربة المصرية الرائدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً. فرح الخولي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. أجريت اليوم في القاهرة مباحثات مصرية جزائرية موسعة لبحث سبل دعم أواصر التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد وزير الاتصالات المصري دكتور عمرو طلعت أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك، فيما أشار وزير البريد والمواصلات الجزائري المهندس كريم تريكي إلى تطلع بلاده إلى تطوير التعاون مع مصر في مجالات الاتصالات والبريد. اليوم عقدنا جلستين، بدأنا بجلسة ثنائية مع معالي الوزير، ثم أعقبها جلسة موسعة بحضور الوفدين من كلا البلدين. حقيقة يعني الجلستان تركتا قناعة لدي ولدى أخي معالي الوزير على أن التعاون بين بلدينا في مختلف ملفات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمر حتميا يتحتم علينا أن ننميه ونطوره ونسعى إلى إثراء جوانبه. من خلال هذه الزيارة إن شاء الله نطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم ما بين الوزارتين، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الجانب الجزائري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجانب المصري. فمع زميلي معالي الوزير تحدثنا عن مختلف النقاط اللي راح تتغطى من خلال هذه المذكرة التفاهم. طبعا خدمات البريدية خدمات هامة اليوم، يهمنا كثير أنه نتبادل الخبرات من الجانبين، لكن يهمنا كثير أنه كذلك نطلع لخدمات جديدة تسمح المواطنين من البلدين من الشعبين أنها تستفاد أكثر من الشبكات تاع المؤسستين، مؤسسة بريد الجزائر والمؤسسة المقابلة لها بجمهورية مصر. بلغ متوسط معدلات الرهن العقاري الثابتة لمدة عامين لمشتري المنازل في بريطانيا 6.1%، ترتفع تكلفة الاقتراض الرئيسة لسوق الإسكان إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر من عام 2022. يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق لاجتماعي بنك إنجلترا مع توقعات برفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع. أقر مجلس النواب اللبناني فتح اعتمادات مالية إضافية في الموازنة لدفع أجور العاملين في القطاع العام والمتقاعدين وزيادة بدل المواصلات. في غضون ذلك أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن مشروع موازنة العمل الجاري جاهز وسيدعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها في مجلس الوزراء. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة،
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي لعمان إلى 1.3% خلال العام الحالي، على أن يرتفع النمو إلى 2.7% العام المقبل. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي أدت إلى تحسين المركزين المالي والخارجي للسلطنة. دعا العراق الشركات الأجنبية لتقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 رقعة جديدة. يأتي ذلك ضمن المساعي الرامية إلى إنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه في محطة الكهرباء وخفض الواردات التي تؤثر على ميزانية البلاد. وإلى هنا تكون انتهت هذه النشرة، ولا يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. مؤتمر جنيف يتعهد بتقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار. رئيس مجلس النواب الليبي يثمن الموقف المصري الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها. والدفاع البريطانية تكشف عن قيام الجيش الروسي بتعزيز قواته في قطاع زابوريجيا وباخموت شرقي أوكرانيا. وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأس. يمكنكم كذلك تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا على طيب المتابعة، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.